ورجعنا لحضراتكم ولسه مع اخبار النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. بعثه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي حرصت على تلبيه دعوه القنصل العام المصري في جده السفير احمد عبد المجيد على عشاء امس على هامش مشاركه الفريق في بطوله كاس العالم للانديه. واستقبل القنصل طبعا زي ما حضراتكم شايفين اهو في الشاشه, استقبل القنصل المصري وفد النادي الاهلي الذي جاء على راسه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي في حضور الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الاداره, ودار حديث ودي حول استعدادات الفريق لمواجهه اوراوا الياباني في مباراه تحديد الفائز بالميداليه البرونزيه بالبطوله. ومن جانبه حرص طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الاداره على توجيه الشكر الى القنصل العام المصري بجده على دعوته الكريمه, مؤكدين ان النادي الاهلي يثمن الجهود الكبيره التي قام بها منذ اليوم الاول لتسهيل مهام الفريق وكذلك توفير كافه سبل الراحه للجماهير خلال المباريات التي خاضها الفريق. وشدد طبعا كابتن الخطيب على ان الخارجيه المصريه قامت بجهود كبيره وكان لها دور ملموس في توفير الاجواء المناسبه لبعثه الفريق في فتره اقامتهم في السعوديه.